كاب اف ام الكلمة ليك مرحبا بكم أعزائنا المستمعين من جديد في ستار نيوز على موجات كاب اف ام، ونرحبوا بالفنان اللبناني راجي ونقول له مرحبا بك يا راجي. مرحبا بكم عميني. الله يخليك راجي. لو كان راجي نبداو الانترفيو متاعنا، تحاول تعرف جمهورك التونسي على الفنان راجي، كيفاش كانت بداياتك، شنو اهم الاعمال متاعك حتى يتعرفوا عليك اكثر؟ بداية بدي اوجه تحية لكم لاستديو زعاتكم الكريمة وللشعب تونس الخضراء جميعا، بدي اشكركم على المقابلة. البدايات كانت سنة تقريبا يعني سنة 1997 حوالي 18 سنة بدأت بالأغاني الملاهي الليلية نايت لايف، وبلشت انتقل ستيب باي ستيب بالأغاني. بعدين سنة 2004 عملت أول أغنية اللي هي لو ألف حب كانت بمصر. عملتها من ألحان خالد البكري، كلمات عاصم حسين وتوزيع حازم رأفت. نزلتها على الإذاعات في سنة 2005. عملت الفيديو كليب سنة 2006، ومن بعدها انطلقت بالسفر، صرت سافر على بلدان العربية وحفلات ومهرجانات. من بعدها سنة 2009 عملت أغنية تانية اسمها حبيب عمري من كلمات منير أبو عساف، ألحان زياد خوري، وتوزيع بودي نعوم كمان كملت فيها. والشغل كنت مستمر أكيد بالمهرجانات لتاريخ هلأ من حوالي شي شهر ونص أو شهرين عملت الأغنية الجديدة غمرني أكتر. عم تلعب على الفضائيات، وهيدي مسيرة يعني 17-18 سنة فيها فوق فيها تحت، وكل شيء تمام الحمد لله إن شاء الله. ما دامك حكيت على لو ألف حب اللي كانت ضربة الحظ اللي كنت راجل، وكانت سمعنا منها شوية. أكيد من عيوني نسمع منها مقطع. حبك ده حاجة تانية أجمل من الأحلام، ده أنا كل لحظة وثانية عايش معك في غرام، خليت حياتي أحلى من عند غيرك أغلام، حبيت معاك الدنيا والأيام، حبك ده حاجة تانية أجمل من الأحلام، أنا كل لحظة وثانية عايش معك في غرام، خليت حياتي أحلى من عند غيرك أغلى، حبيت معك الدنيا والأيام. هذا مقطع بسيط على الوعي. الله يخليك الله يخليك، جميلة جدا الأغنية هدية يا راجي. لاحظنا راجي في المسيرة الفنية اللي كنت تعرض فيها علينا اللي أنت تهبط الغنيات متاعك كانت دي سينجل، ما هبطتش معناها دي ألبوم، هل هذه استراتيجية منك وإلا أنك تختار تهبط غنية واحدة في ظنك أنك تعطيها كل مجهودك وكل وقتك وكل معناها مجهوداتك المادية والفكرية وأنها تنجح، خير من أنك تنزل ألبوم في 10 أغاني وما يخدم نفس الحظ اللي كانت هبط أغنية واحدة برك؟ هلا الاستراتيجي تبع السينجل مع الكليب والدعم الكامل تبقى أفضل من الألبوم، لأنه بالألبوم يبقى في 7 أو 8 أغاني ولا 10 أغاني، في أغنية وأغنية تاني بتصور والباقي بيبقوا يعني تحت الأضواء. هلا هي من مال من وجهة نظر أولى إنه السينجل مع فيديو كليب تشتغل أكثر، تعطي نتيجة أكثر مع الدعم الكامل. والوجهة الثانية انه اسم الالبوم غير، بس نعرف بموضوع الانتاج لما بيكون مطرب عم ينتج على حسابه ما عنده شركة انتاج، من الافضل انه ينزل بسينجل مع فيديو كليب مع دعم كامل صحيح، يعني تسويق صحيح. مشان هيك كنت عم بتبع هذا الاسلوب يعني، بعتقد افضل بهذه الطريقة لحديث هلا افضل يعني. يعطيك الصحة راجي. نعرف راجي اللي كنت أنت مازلت كي خرجت غنية جديدة اسمها أغمرني، أكثر غنية عندها يمكن شهر هيك معناها نزلت بالأسواق وعلى الفضائيات. لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على الغنية هذية، مع شكون تعاملت فيها، هل باش تصورها كليب؟ أكيد الأغنية عملتها مع من كلمات الشاعر نزار فرانسيس، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل استوديو توني سابا. عملنا الماسترينج بمصر ورجعت صورتها على فيديو كليب مع المخرج زياد خوري، هو كمان زياد اللي عمل لي الكليب تبع لو ألف حب وحا
حبيب عمري، وكمان صور لي غمرني أكثر، صورناها هون بلبنان، أخذت معنا يومين تصوير لمنطقة اسمها الجية وبيروت المارينا الموفانتيك وبالكارنتينا. وعم تلعب هلا على الفضائيات لها حوالي 3 أسابيع يعني، وبعد كامل توزيعها، بعد ما عم نكمل توزيعها ما خلصنا بس الحمد لله يعني أصدقها كتير حلو، لأنه أغنية رومانس وكلامها كتير غرام، لحنها رايق كلاسيك، يعني تعتبر مثل أغنية فيرست دانس مشان أعرف، لأنه كلامها كتير غرام. والحمد لله كل شيء تمام يعني لحديت هلا، الأمور ماشي تمام الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله مبروك عليك الاغنيه، مادامها رومانسيه هكايا ولطيفه دونك سيغتانمون ما تنجمش تحرمنا منها وتحرم منها جمهورك التونسي انه يسمعها اول مره على موجات راديو كاب اف ام. على عيني على عيني. والاغنيه اغنيه غرام بتقول عم بيشوفوا النجمات باعلى الفلك، عنا عم يحكوا بهمسات سموني لك، عم بيشوفونا النجمات بأعلى الفلك، عنا عم يحكوا بهمسات سموني لك، غمرني أكثر بدي تكون على عمر الجاي بتمون أنا وإنت وحب جنون، مرني أكثر بدي تكون على عمر جاي بتمون أنا وإنت وحب جنون. الله 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 عليك يا راجي، غنية جميلة جدا فعلا، كتير رومانسية، ونتصور أنه مع الألحان والموسيقى والفيديو كليب راح تاخذ حظها وراح تعجب الناس أكيد، وإن شاء الله جمهورك يسأل فيك راجي وين باش يلقاك في عيد الميلاد وفي رأس السنة. إن شاء الله إن شاء الله راح يكون عندي شغل بين لبنان وتونس ودبي، وأريد إن شاء الله لما أطلع على تونس بيكون نبكي نعمل لقاء مباشر على الهواء أنا وياكم إن شاء الله، ويعني حفلات إن شاء الله بين لبنان وتونس ودبي بعد مش محدد 100% يعني، بس عم نشتغل على الموضوع إن شاء الله. موفق راجي في ختام اللقاء هذية، أنا سعيدة جدا أني قمت باللقاء هذية معك، على أمل أنه دي تكون بحدينا حاضر مباشرة في استوديو غاديو كاب اف ام وفي برنامج ستار نيوز، دونك نخلي لك كلمة الختام لك أنت راجي. بدي أشكركم عن جديد، وتحية لجميع الشعب التونسي ولإذاعتكم الكريمة، إن شاء الله دائما مندل على اتصال أنا وياكم، ونتمنى السلام والمحبة بالعالم العربي جميعا. أمين يا ربي، إن شاء الله كل أيامكم فرح ومقابلات فرح. بشكركم جدا جدا جدا، سلام لكم جميعا. كاب اف ام الكلمة ليك.